ومؤتمر العمل والأجراء وتجسيد المقررات إلى أفعال. بعدما شكل مؤتمر باريس كوب 21 مؤتمرا للتفاوض والنقاش، وقبلها انعقد مؤتمر كوب 20 سنة 2014 بالعاصمة البيروفية ليما، حيث شكل مؤتمرا للتحسيس والتعبئة وللتذكير. فالمؤتمر هو بمثابة هيئة عليا للإشراف على تنفيذ الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية والمبرمة على هامش انعقاد قمة الأرض بريو دي جانيرو سنة 1992، والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1994. ومن خلال هذه الأداة أصبح لمنظمة الأمم المتحدة إطار للعمل لمحاربة الاحتباس المناخي. لقد دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ يوم الجمعة 4 نوفمبر، بعدما صادقت عليه نحو 100 دولة تصدر عنها 66% من الانبعاثات العالمية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، متجاوزة بذلك الهدف المحدد في بلوغ 55 بلدا على الأقل يمثلون 55% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقع على عاتق قمة كوب 22 المهمة الصعبة المتمثلة في إيجاد توافق حول سبل تنفيذ اتفاق باريس الذي لم يدخر مهندسوه جهدا حتى لا يكون مآله مثل اتفاقي كيوتو وكوبنهاغن 2009 اللذين يصفهما الخبراء بالمؤتمرين المخيبين للآمال. وقد كان لاتفاق باريس الجرأة لفرض احترام حقوق الإنسان بشكل صريح من قبيل الحق في الصحة والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص المعاقين والأشخاص في وضعية هشة والحق في التنمية، فضلا عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال. ويتعين على كوب 22 بمراكش رفع تحديات إدماج هذه الحقوق في السياسات الوطنية بغية وضع حد للفوارق، كما ستكون هذه القمة الكونية مناسبة لتطوير برامج عمل بشأن المناخ المتوقعة في مخطط باريس ليما وباريس مراكش. وستكون الفلاحة التي تشغل أزيد من 60% من الساكنة النشيطة في إفريقيا حاضرة في النقاشات والمفاوضات. كما يتوجب على الدول الإفريقية التي تتحمل مسؤولية أقل في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي ستعاني أكثر من نقص المياه بحلول سنة 2020 وستتعرض بالتالي للجفاف والأوبئة، أن تسمع صوتها بخصوص مسألة تمويل المناخ. وها هي اليوم تجد في المغرب المدافع القوي، المدافع المستميت على انشغالات وقضايا القارة الإفريقية. لا زال قادة الدول المشاركة في المؤتمر يتوافدون تباعا إلى فضاء كوب 22
أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يجد في استقباله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والأمين العام الأممي السيد بان كي مون، ورئيس الدورة الحالية كوب 22 السيد صلاح الدين مزوار، والسيدة باتريسيا سبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الإطار للمناخ. مشاركة متميزة لأزيد من 40 رئيس دولة و30 رئيس حكومة، ومشاركة كثيفة تبلغ 30,000 مشارك في أشغال هذا الحدث التاريخي، قمة المناخ كوب 22. أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من المشاركين أيضا في أشغال هذه القمة، ويجد في استقباله هنا بفضاء كوب 22 صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والأمين العام الأممي السيد بان كي مون. فالمغرب انخرط بشكل إرادي وقوي في مكافحة الاحتباس الحراري للمناخ باحتضانه واستضافته لهذه القمة العالمية، وبإعداد برامج طموحة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية في إطار مقاربة مندمجة، مقاربة تشاركية، مقاربة مسؤولة. وقد تعززت هذه الإرادة السياسية بالدفعة القوية لجلالة الملك حفظه الله من خلال دعوته لاعتماد بلادنا للميثاق الوطني للبيئة من أجل التنمية المستدامة. رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند يصل بدوره إلى فضاء كوب 22. فرنسا ترأست السنة الماضية قمة كوب 21، ويجد في استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والأمين العام الأممي السيد بان كي مون، ورئيس الدورة الحالية السيد صلاح الدين زوار، بالإضافة إلى السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الإطار للمناخ. على صعيد آخر، أعرب ممثلو منظمات من المجتمع المدني الإفريقي والدولي الناشطة في المجال البيئي عن الأمل في أن تشكل الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ التي تنعقد بمراكش فرصة لإسماع صوت المجتمع المدني الدولي كشريك لا محيد عنه في تحديد الخطوط العريضة لمخططات كسب المعركة من أجل المناخ، وأجمعوا في مداخلاتهم على أهمية أن يشكل كوب 22 مناسبة للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ويفتح المجال للمبادرات والبرامج العملية في مجال التصدي للتغيرات المناخية لفائدة السكان الأكثر عرضة لتأثيراتها. فمن اللازم توحيد منظمات المجتمع المدني عبر العالم لأولويتها فيما يتعلق بالمعركة من أجل المناخ، وعلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم لدخول غمار مفاوضات كوب 22 بكل فعالية ومهنية من أجل الحصول على المزيد من المكاسب، وذلك
في مواجهة خصوم يصعب إقناعهم بتقديم تنازلات. مؤتمر مراكش إذن خطوة إضافية للمجتمع الدولي من أجل تسريع الانتقال نحو اقتصاد عالمي أخضر يحترم البيئة، إذ تحمل هذه القمة رهانات حقيقية لتطوير وعي كوني بالقضايا البيئية وأثرها على مستقبل ساكنة الكوكب، وتأتي انسجاما مع التوجه الذي اختاره المغرب ليضطلع بدور حاسم في بلورة توافق عالمي بشأن تحسين مناخ الكوكب. وأعود هنا لأشير أن المغرب مع بدء العمل التشغيلي في إطار المرحلة الأولى لمحطة الطاقة الشمسية الحرارية بورزازات التي أطلق عليها نور واحد، بات يؤكد وبشكل واضح ريادته في هذا المجال الحيوي، وهو ما سيعزز موقعه ضمن البلدان الرائدة عالميا في مجال الطاقات المتجددة. مشروع رائد التزم فيه المغرب بالحد من الاستعمال المفرط للوقود الأحفوري، وكذا الزيادة في استعمال الطاقات المتجددة، وذلك بفضل استراتيجية مبتكرة للتنمية تقوم على استعمال منخفض للكربون عبر تقليص انبعاث الغازات الدفيئة، كما تبرز مساهمة المملكة في مجال حماية المناخ من خلال التزامها الوثيق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وتطلعاتها لمواجهة الآثار المترتبة عن ذلك، إلى جانب المبادرات النوعية في مجال الحفاظ على البيئة، وذلك عبر مخططات وإجراءات تمس عدة قطاعات تتعلق أساساً بالفلاحة والماء والنفايات والغابات والطاقة والصناعة والسكن، الهدف منها تأمين شروط الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. صورة تذكارية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والأمين العام الأممي السيد بان كيمون، وباقي قادة الدول ورؤساء الوفود الذين يشاركون في أشغال مؤتمر المناخ كوب 22. هكذا تتحول مراكش إلى قبلة للعالم. إذن بعد هذه الصورة التذكارية نودعكم سيدتي وسادتي على أمل اللقاء بكم بعد قليل لنقل وقائع الجلسة الرسمية لمؤتمر مراكش كوب 22. إلى اللقاء. رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي من القيادات الحاضرة في هذا المؤتمر، تأكيدا لتضامن إفريقيا موحدة مدافعة عن قضاياها الخاصة بالبيئة وبالتنمية المستدامة. وعلى ذكر إفريقيا، يسعى المغرب إلى جعل المؤتمر 22 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ كوب 22 مؤتمرا لفائدة إفريقيا، وفاء منه لاستراتيجية الإفريقية التي وضعها جلالة الملك في إطار شراكة مربحة للجميع تضع الإنسان الإفريقي في صلب الانشغالات تماشيا مع الخطوة المقدامة والطموحة لرؤيته للعالم، وفق مقاربة تعمل على توحيد الجهود وتقطع مع الرؤية الاختزالية للقارة ومؤهلاتها المتعددة. فجلالة الملك أكد في عدة مناسبات
أنه سيرا على نهج المملكة المغربية التضامني، فإن المغرب مستعد لتقاسم الخبرة التي راكمها في هذا المجال، خاصة مع دول القارة الإفريقية عبر عقد شراكات مبتكرة. من القادة والزعماء الذين يحضرون أشغال هذه الجلسة الرسمية من قمة كوب 22 نسرد رئيس جمهورية جزر مارشال السيد هيلدا هاين، ورئيس لاغويانا السيد دافيد أرتير غرانجر، ورئيس السيشل الرئيس السيد داني فور، ورئيس جمهورية مقدونيا السيد جيورج إيفانوف، ورئيس جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود السيد فيليب يوفانوفيتش، ورئيس جمهورية التوغو السيد فور إيسوزيمنا غناسينغبي، ورئيس جمهورية زامبيا السيد إدغار لونغف، ورئيس جمهورية بوتسوانا السيد سيرتسي أيان خاما، ورئيس جمهورية غينيا السيد ألفا كوندي، ورئيس جمهورية بوركينا فاسو السيد روش مارك كريستيان كابوري، ورئيس جمهورية نيجيريا السيد محمد بوهري، ورئيس جمهورية رواندا كما سبق الرئيس السيد بول كاغامي، ورئيس جمهورية تشاد السيد دريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية الغابون السيد علي بونغو أونديمبا، رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند، مملكة الليسوتو جلالة الملك ليتسي الثالث، ورئيس جمهورية سيراليون السيد إرنست باي كوروما، رئيس جمهورية العراق السيد محمد فؤاد معصوم، ورئيس جمهورية جزر القمر السيد عثمان غزالي، رئيسة جمهورية ليبيريا السيدة إيلين جونسون سيرليف، رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جولي، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية السيد تيودور أوبيانغيما مباسوغو، رئيس جمهورية النيجر الحاج إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية البنين السيد باتريس غيوم أتناز طالان، ورئيس جمهورية مالي السيد إبراهيم بوبكر كايتا، رئيس جمهورية الكونغو السيد دينيس ساسون نغيسو، رئيس جمهورية السودان السيد عمر حسن أحمد البشير، ورئيس جمهورية مدغشقر السيد هيري رجوة. إذن حضور قوي ومشاركة متميزة لقادة العالم في هذا الملتقى الدولي والحدث التاريخي. أيضا من القادة العرب يحضر أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، وأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. فهو فعلا حضور وازن ومكثف لقادة دول العالم لهذه القمة. وجلالة الملك أكد أكثر من مرة أن المملكة المغربية في إطار وفائها بالتزاماتها المناخية بادرت بوضع سياسة وطنية مندمجة للحفاظ على البيئة ومواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 32% بحلول سنة 2030. وفي هذا الإطار أقدم المغرب على عدة مبادرات للانخراط في الاقتصاد الأخضر، واعتمد الميثاق الوطني للبيئة واستراتيجية النجاعة الطاقية، إضافة إلى تحرير قطاع الطاقات المتجددة. ولهذه الغاية رفع المغرب من سقف طموحه لوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تغطية 52% من القدرة الكهربائية الوطنية في أفق 2030 من مصادر متجددة، وذلك بفضل المشاريع الكبرى في مجال الطاقات الريحية والشمسية. ويطمح كوب 22 بالتالي إلى المضي إلى أبعد من وضع وثائق المصادقة على اتفاق باريس، ليشكل زخما جديدا من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة تضفي مزيدا من المصداقية على التزامات المجتمع الدولي
وتقدم حلولا ملموسة للبلدان الأكثر عرضة وهشاشة، وستكون مصداقية التزام المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب تحت قيادة جلالة الملك عاملا موجها نحو تسطير الأهداف المتوخاة من المؤتمر. وأبدى العديد من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين اقتناعهم بأن كوب 22 سيسمح بتحديد الآليات الضرورية من أجل التطرق بعمق إلى قضايا التغيرات المناخية، وتحديد الآليات الضرورية من أجل مواجهتها بشكل فعال. وفي هذه المعركة التي ترهن مصير الإنسانية، يرغب المغرب في أن يضطلع بدور على قدر المسؤولية التي تطبع مكانته على الصعيد الدولي تحت قيادة العاهل الكريم. رئيس جمهورية زيمبابوي الرئيس روبرت موغابي يحضر أيضا فعالية هذا المؤتمر الدولي بمراكش، مراكش التي تحتضن للمرة الثانية قمة حول المناخ، والقمة الحالية هي تاريخية بكل المقاييس والاعتبارات بالنظر للأجواء الملائمة التي تهيأت لها على الصعيد العالمي. والإشارة هنا، فمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية يعرف كذلك بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وبدأت أول دوراته في ريو دي جانيرو عام 1992، وهدفه الأساسي مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال توحيد جهود الدول الأطراف في الاتفاقية للعمل على حماية مستقبل البشرية. واليوم يحتضن المغرب أضخم مؤتمر في تاريخ البشرية حول المناخ. المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انخرط على الدوام في مجال مكافحة